أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، هذا بالتنسيق مع دول مختلفة. نتابع أكثر عن هذا الموضوع معك عبد العزيز. إليك. نعم غوايد، قال الجدعان إن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وفرت 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا. وكشف أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوماً بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، مضيفاً أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين بقيمة 100 مليار ريال ليصبح الإجمالي 220 مليار ريال. كما أكد أن كل الإجراءات وضمنها مبادرة ساند لأجور الموظفين التي جرى تعديلها بشكل مستعجل تهدف لتأمين تغطية لأكثر من 1,200,000 مواطن. وقال إن الحكومة قررت أن تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص دون أن تجري البنوك استقطاعات من هذه المبالغ. وأضاف الجدعان أن المملكة لديها احتياطيات تجعلها الثالثة على مستوى العالم في قيمة الاحتياطيات.